مرحبا برج العقرب، أهلا بكم في القراءة العامة اللي راح تنطبق على الطالع والشمسي وأيضا القمري. برج العقرب، أنت أكثر برج أحس أن طاقتك فيها رزق كثير في الشهر القادم بإذن الله، فيها تيسير أيضا كثير، لأن أنت تدخل الشهر بطاقة الراكون، وهي طاقة فيها نوع من التخفي ولكن طاقة أرضية. أوكي، تحاول أن تحصل لنفسك على شيء من الاستقرار، وتطلع بطاقة السمكة، ولكن هذه مو سمكة تايهة، لأن اللي يتابعون القناة صار لهم فترة يعرفون أن لما تطلع السمكة دائما نتكلم عن مرحلة شتات، ولكن بالنسبة أنت لك عزيزي برج العقرب، هذه السمكة في هذا الشهر القادم تعني أنك راح تزرف، أو راح بما معناه تسلم، أوكي، وتحصل أيضا على غنيمة كبيرة. اللي يعرفون أن السمكة ترمز إلى الرزق الوفير، أيضا رزق وفير، رزق متعدد. لماذا أقول متعدد؟ لأن تعرفون ساعات أوقات لما مثلا نسجل في خدمة معينة، مثلا نسجل عشان في خدمة مجانية، تكون مثلا مجانية لمدة شهر، بعد الشهر لازم نشتري الخدمة هذه، مثل النتفليكس، مثل نشاهد. هذه هي الطاقة اللي انت بتبتدي فيها، هذا مجرد مثال. انزين، ولكن اللي قاعد يصير هني خلال الشهر القادم ان انت راح تقدر تستفيد من هذه الخدمة على اكثر من مرة، وباكثر من شكل، ولاكثر من مدة شهر. هذا اللي احب اقول لك اياه، هذه هي طاقة الرزق القادم في طريقك. الرزق لبعضكم ممكن يكون مال، عمل، تعويض حكومي، حتى هني طاقة انه تحصل نوع من الدعم من المؤسسات الخيرية. الأزمة لها امتيازات ترى، وجانب من الامتيازات ان انت مثلا تحصل على تعويض مالي، ولكن بسبب ضعف في النظام، ضعف في المعلومات اللي يملكها النظام، راح تستطيع ان تستفيد من هذه الخدمة بأكثر من شكل ولأكثر من مرة. يعني مثلا لو كانت خدمة نتفليكس، تستطيع ان انت تغير ايميلك وترد تستفيد من الخدمة لشهر مجاني اخر. بالضبط هذه هي الطاقة للحياة العاطفية. شلون راح تكون الطاقة؟ راح تكون ان اكثر من شخص يهتم فيك، عنده رغبة بالتواصل معك برج العقرب، عنده رغبة بانه يكون في حياتك، وحتى بشكل جاد اكثر. لا تنسى عندنا طاقة ارضية واضحة لك هذا الشهر في ثاني اسبوع، وتنهي الشهر القادم بطاقة ارضية جدا واضحة، اموال، دعم. يعني مثلا برج العقرب، لو كنت في السابق تعاني من نوع من الكساد المالي، او على الاقل الكساد العاطفي، صار لك فترة الامور ما تتغير بحياتك، شايفة هذا الشيء، لان نبتدي الشهر بطاقة نهاية شيء معين، انتهت فترة الكساد بالنسبة لك. الأزمة اللي الناس قاعدة تمر فيها راح تكون انفراجة بالنسبة لك أنت برج العقرب. احنا نقول مصائب قوم فوائدهم، شيء كذي. زين، ان ناس تصيدهم مصيبة ولكن الناس يستفيدون. هذه هي طاقتك برج العقرب، وما في احد يستطيع يلومك، لان الرزق هذا قادم بالطريق. انزين، ننتقل الى الجانب العاطفي. لو كان جانب عاطفي، قلت لكم بيكون في اكثر من شخص في الفترة القادمة، او اكثر من عرض، اكثر من شخص يحاول انه يدخل حياتك. ولكن شلون تنطبق هني عليك طاقة ان انت تسلم من ان يدققون فيك، او تسلم من ان يكتشفون امرك؟ شلون؟ لان هني الاشخاص هذولين ما راح يستطيعون، ما راح تكون عندهم المعرفة ان ممكن هم يعرفون بعض. اوكي، كذا شخص يحاول يدخل حياتك، نوعا ما بينهم معرفة، بينهم صلة قرابة، ولكن انت تعرفهم لا يعرفون. عشان كذي انت تدخل الشهر عندك طاقة تخفي، عندك طاقة تخفي ايضا في الاسبوع الثالث. بما معنى التاريخ يقول لك، الطاقة تقول لك ان هذا من الامور اللي المفروض ان تحافظ عليها سرا بينك وبين نفسك، وتستفيد منها بينك وبين نفسك لحد ما تقرر الاختيار، وخلي اختيارك يكون حكيم. بما ان الشهر هذا يقدم لك فري باس، فري باس هي
جولة مجانية تستطيع أن تأكل فيها مثل البوفيه، كل ما تريد كل ما تشتهي. في كذا شخص، أعرف أن الكثير منكم يشاهدون هذه القراءة ويتمنون أن تكون القراءة عاطفية، ففي كذا شخص هم نوعا ما تجمعهم صلة قرابة أو على الأقل معرفة، أو من نفس المكان، من نفس المدينة، من نفس الجامعة، مو أغراب عن بعض، ويحاولون أن يحصلون على اهتمامك أنت، أنت العامل المشترك بينهم في الشهر القادم. يعني مثلا لو كنت أنت من برج العقرب المنفصلين، فعندنا هني محاولة من الشريك السابق أو شريك حالي للتقرب منك، وأيضا أحد يعرف هذا الشريك. كذا شخص عندنا رقم 1 2 3، أكثر من 3 أشخاص حتى. الأفرج الرقم اللي قاعد يطغي هني في القراءة 3، 3 أرقام، 3 طلبات، 3 دعم أو دعم من أحد من جهة معينة. فهني الدعم راح تستطيع تحصله كذا مرة، برج العقرب كذا مرة، مع أنه هو المفروض تأخذه فقط مرة واحدة، لكن راح تستطيع أن ترد تقدم طلبك وتحصل عليه أكثر من مرة. هذا أيضا طاقة هذا الشهر، إن أنت خصوصا المنفصلين اللي عندهم قلق من هل راح يكون في زواج في الفترة القادمة. أنا ما أقدر بالضبط أتكلم عن النصيب والموت والحياة، لأن هذا بيد الله سبحانه وتعالى، ولكن اللي أقدر أقول لكم إياه هني بثقة إن في تعدد في الفترة القادمة، في فرص، في أشخاص قادمين في طريقكم، في أسماك، مو سمكة واحدة، في أسماك قادمين في شباككم، وهم ما يعرفون إن راح يقعون في شباككم. عندكم فرصة، عندكم فرصة قوية للارتباط مو حتى شخص واحد، فأنت لا تتشتت. نرجع لطاقة السمكة المتشتتة، إذا كان ما بين أشخاص أنت لا تتشتت برج العقرب، أوكي؟ لا تتشتت، حاول أن توفق لحد ما أنت تختار. إذا كنت راح تستفيد مثلا من طاقة أموال، خذ اللي تستطيع أن تأخذه. ما أشوف أن فيه هني شيء يمنع طاقة أن أنت تستفيد، لأنه صار لك فترة برج العقرب كأنما تكافح من أجل الحب، تكافح من أجل الأسرة، تكافح من أجل الأشخاص اللي تحبهم، تكافح من أجل أن يكون عندك علاقة في حياتك. إنزين، هذا أيضا الكارتين هني قاعدين يراوني طاقة أن مهما برج العقرب أنت منفصل أو فشلت لك علاقات سابقا، راح أيضا تكون أمامك فرص جديدة. مثلا لو كنت مطلق مرة أو مرتين سابقا، أمامك فرص جديدة مع أشخاص جدد في المستقبل، خصوصا في شهر مايو وهو شهر أيار، أوكي؟ فهني هذا طاقة التعدد، مو تعدد الزوجات، لا، تعدد الفرص، أن تكون متزوج حتى من بعد طلاق، تدخل في علاقة جادة حتى من بعد فشل علاقة طويلة الأمد. شهر جدا مبشر بالخير. الحين ندخل في الطاقة الأسبوعية، عندنا أول أسبوع، ثاني أسبوع، ثالث أسبوع، رابع أسبوع، لنهاية شهر مايو، نشوف الطاقة بشكل أوضح والأحداث المتوقعة. أول أسبوع عندك 10 السيوف، هذه هو مرحلة انتهاء الكساد، انتهاء الافتقار، الحاجة المالية، أوكي، انتهاء حتى التعب، المرحلة المتعبة. أحس هني للأشخاص اللي قاعدين يشوفون هذه القراءة من أجل العاطفة، هذه هي مرحلة مو بس انتهاء الفشل العاطفي، وإنما انتهاء مرحلة متعبة مع شخص كان يستنزفك لمدة طويلة برج العقرب، انتهاء المرحلة. فالفرص اللي هني ذكرت لكم إياها ما أحسها طاقة شخص قديم من الماضي، للأمانة أحسها طاقة أشخاص جدد، طاقتهم جديدة، احتمالاتهم حتى أفضل. هذه هي القناعة اللي لازم توصل لها خلال الأسبوع الأول. ملك السيوف، ملك السيوف، طاقة السيوف مع بعض تقول لي أنه في الأسبوع الأول راح تصير محط اهتمام الأشخاص، ومحط انتباههم، ومحط جهودهم، راح يكون في تواصل معك خلال أول أسبوع، أوكي، محاولات للتقرب، محاولات أن أحد يتواصل معك بشكل جدا جاد، لأن عندنا طاقة ملك، طاقة الملك طاقة ما فيها تلاعب، أوكي، تستطيع أن تثق في طاقة ملك السيوف. خلال أول أسبوع مثل ما قلت لكم على الأغلب راح ينقطع أملك من شخص، من شيء بخصوص الماضي. مثلا لو كان أملك أن أنت تحصل على وظيفة معينة في شركة معينة، برج العقرب يهدف
ايضا عنده نوع من طاقة انه امامه هدف يحب ان يصل الى هدفه. فهني انت راح ينقطع املك من شخص من مكان معين، ولكن ينفتح لك باب ضخم، بوابة، حتى مو باب، بوابة الى اشياء افضل، صيد اثمن واوفر واسهل. حتى ما اقدر اوصل لكم الطاقة بالشكل الجميل اللي هي قاعدة تأتيني، افضل بكثير من طاقة الماضي. في اول اسبوع يمكن ايضا تضطر ان تتعامل مع اشخاص من الماضي، تنهي معاهم الامور المتعلقة الباقية العالقة، سوري، امور بخصوص المحكمة، بخصوص انهاء اجراءات الطلاق، انهاء شيء معين، اوكي. لكن هذه النهاية ضرورية من اجل البداية الجميلة. ثاني اسبوع هذه مرحلة التعدد اللي تكلمنا عنها، عندك فيها ثلاث الخماسيات. ثلاث الخماسيات هو كرت شنو اوصل لكم طاقته، تعرفون اللي يكون في المهرجان او يكون في الكرنفال، اللي الشخص اللي يمسك بيده ثلاث اربع كور ويقعد يقذفهم في الهواء ورا بعض بشكل متتابع وجميل، هذه هي طاقتك في الاسبوع الثاني. معاها كرت القوة، كرت برج الاسد، احتمال كبير ان الشخص القادم في طريقك برج ترابي، من الابراج الترابية، عذراء، جدي، ثور، وايضا من الابراج الرئيسية قاعد احس ايضا طاقته، ثور اذا بيكون ترابي، اسد، دلو، عندنا هاي الطاقات اللي تغلب عليها. انزين، ماذا، ما هي الاحداث المتوقعة خلال الاسبوع الثاني؟ اشوف هني الاسبوع الثاني هي المرحلة اللي تصلك فيها الطلبات، يصلك فيها اما القبول اما الطلبات بشكل رسمي. انزين، ولكن لما اشوف هذا الكرت احس ان برج العقرب في ثاني اسبوع ضروري ان انت ما تاخذ قرار، تدخل في طاقة اللي يقذف الكور كذا كورة في نفس الوقت. مالتي تاسكينج في الاسبوع الثاني جدا مهم في شهر مايو، ان انت ما تغلق، ما فيها طاقة اغلاق، ترى ما تغلق الخط، الماضي ننتهي منه، احنا نتكلم على الاشخاص الجديدين، فرص العمل الجديدة، الوعود الجديدة، اوكي. في الاسبوع الثاني ضروري ان انت ما تاخذ قرار، تخلي كل الاحتمالات والفرص مفتوحة امامك. يعني لو تقدم لك كذا شخص وفي حياتك حاولون يدخلون كذا شخص، نوعا ما الطاقة تقولي لا تستعجل ان انت بسرعة تاخذ معاهم الخطوة الثانية والثالثة، ولكن في نفس الوقت خلي الابواب مفتوحة. محتاج ان انت تلاحظهم اكثر، تقيمهم اكثر قبل ان تأخذ قرار. الاسبوع الثاني هو الاسبوع اللي انت تفرش كل كارتاتك على الطاولة وتقعد تنظر لهم من دون ان تأخذ قرار، اوكي، متفرج كأنك فعلا رايح كرنفال او شو يسمونه، المهرجان، سيرك، السيرك، اوكي. الاسبوع الثالث عندنا طاقة الهيرمت، هذا طاقة التخفي، و بيج اوف كابس. هني في الاسبوع الثالث برج العقرب احس انه في شخص نوعا ما استغلالي، نوعا ما مادي، نوعا ما يريد ان يشاركك في هذا الرزق الوفير القادم في طريقك، يريد ان، تعرفون احنا نقول طاقة الطفيليات، الطفيليات هي اللي تأخذ حصة، جزء من ال الرزق او الشيء اللي عندك. يعني مثلا لو كان زواج، فرص حب، علاقات، فرص دراسة الى اخره، بيكون هني عندك تتعامل بشكل مباشر في الاسبوع الثالث مع شخص راح يقول برج العقرب الشخص اللي انت ما تريده خلاص، لانه ما بين الاسبوع الثاني والثالث، كأنما انت هني في طاقة الهيرمت والزاهد قاعد تقلص الخيارات، قاعد تفكر يعني ما بين ست خيارات او خمس خيارات، تركز على خيار او خيارين، تقلص. انزين، فهني كأنما في شخص راح يلاحظ، يمكن لان انت تتكلم، يمكن لان هو عنده معرفة ان برج العقرب على وشك ان يحصل على رزق، كذا شخص حياته ابتدت تصير جميلة، احلى، ابتدت تنفتح ابوابه، امامه ابواب افضل. فهني الشخص اللي راح ترفضه او الوظيفة القديمة اللي انت راح تنهيها، ان كانت علاقة سابقة، زواج سابق،
وظيفة، دراسة، whatever، خلوا خيالكم مفتوح معي. راح يحاول ان يأخذ مو بس يشاركك بالحصة او يكون جزء من هذا الشيء الجميل، ولكن ايضا يأخذ منها. فانت كن حذر، لان طاقته هي طاقة الشخص اللي كلامه جدا معسول، اللي كأنما حتى يمكن انت صعب، لان برج العقرب ما ينسى الاشخاص اللي يساعدونه، وايضا ذكي. فهني عندك شخص كأنما راح يقول لك او يبين لك انه راح اوقف معاك في وقت الشدة، في وقت الحاجة راح اساعدك، ولكن نيته مو صافية 100%. يسوي هذا الشيء من اجل نفسه، لانه ناوي ان يأخذ ما تبقى من خياراتك، اوكي، او شيء قديم عندك، او حتى ما ادري، يمكن هو مسكين من اجل ذلك يحاول انه يلطف ويكون كلامه معسول، يريد مثلا ملابسك القديمة، علاقتك القديمة، منزلك القديم. روح يبحث عن وين برج العقرب انهى المكان القديم عنده في حياته وروح يأخذه. ولكن ما اشوف هنا طاقة غصب او طاقة تهديد حقيقي، لا، مجرد انه هو محتاج. انتبه، الاسبوع الرابع هو الاسبوع اجمل اسبوع خلال شهر مايو باذن الله. دائما اقول ان طاقة التارو ما تحب التوقيت، ما تحب ان تتقيد بتوقيت. فلما اقول الاسبوع الرابع ممكن يكون حتى قبل او يصير بعد، يبتدي الشيء في شهر 6، ولكن عندك 10 الخماسيات. نبتدي ب10 سيوف، انهاء شيء صعب عندك داخل، تنهي شيء طالع من مرحلة كساد، من مرحلة جفاف، ان كان عاطفي ان كان مادي، زين، وتنهي الشهر بمرحلة وفرة من جميع النواحي، اكتمال الخماسيات امامك، اوكي. لان عندنا ايضا كرت اللي الشيخ اللي يعقد الزواج، وهو كرت برج الثور تحت 10 الخماسيات، كرت الهايروفانت. فالشيء باذن الله راح يصير في قبضة يدك خلال فترة بسيطة، ان كانت اموال برج العقرب، ان كان زواج، خطوبة، كتب العقد، لان هذا كرت كتب العقد، اوكي. ان كان في ظل هذه الازمة اللي كل الامور صايرة فيها صعبة، انت توقع عقد وظيفة جدا جميلة، او توقع عقد مع اشخاص ان انت تمول لهم، تورد لهم، اوكي، رزقة كبيرة قادمة في طريقك. انزين، في خلال الاسبوع الرابع للشهر، والجميل في الموضوع ان هذه الطاقة ما عندها اي تحذير. الاسابيع اللي قبل دائما الطاقة فيها امتياز وفيها تحذير، ولكن في الاسبوع الرابع هي مرحلة ان انت تقبض الاشياء اللي كنت تفكر فيها. وايضا برج العقرب للامانة قاعد احس هني بطاقة في الاسبوع الرابع، ان انت راح يجتمع عندك مرحلة شو يسمونها، الزرع، مرحلة اثمار في عدة جوانب كانت ميتة او في غيبوبة في حياتك. في اشياء كانت عندك في غيبوبة، والغيبوبة نشوفها في هذا الكرت، كرت اول اسبوع. انزين، اشياء كانت في غيبوبة، بعضكم ممكن يكون الجانب الصحي، بعضكم العلاقات مع الاهل، بعضكم الحب، الزواج، الوظيفة المثالية، اشياء ميتة يمكن حتى انت قطعت الامل منها، وبس يرجع الامل، قطع ناقصة، اجزاء ناقصة.